احنا ما جينا الا نبي على مقابل نستانس مع بعضنا وننسى متابعين وهذا اللي احنا نبي احنا. الله ان شاء الله نسال الله باسمائه الحسنى وبصفاته العلى ان يتم هذا من علينا. امين. وان يجعلنا الذاكرين الشاكرين الامرين بالمعروف الناهين عن المنكر المستمعين القول المتبعين احسن. يا حي يا قيوم. امين. المجالس يا اخوان مثل ما انتم تدرون كلكم والمتابعين يدري ان المجالس مدارس. نعم. والمجلس انا دائما اقول المجلس يا اخوان تروح مجلس اثنين ما لهن ثالث ابدا. مجلس يعتبر قمه اللي فيه ما قال الله وقال الرسول هذا مجلس قمه. والمجلس الثاني اللي تدار فيها الحديث الجيده ويكون المجلس ما يا اخوان المجلس لما يكون موحد المجلس اذا حس واحد الباقيين يسكتون. ممكن يقول لي سالفه ابو عبد المحسن اللي هنا الحاضرين والمتابعين يمكن يقولها واحد بالمجلس احسن مني ويحسن احسن مني ويلقي احسن مني لكن من الادب ان يستمعوا كاني اول مره سمعت السالفه. يا سلام. شوف انا من النوعيه هذه صرت المجلس دايما اذكرهم بالشغل اقول يا ربع خلونا نوحد المجلس ويكون مجلسنا واحد وحديثنا واحد ونجيب الشيء المفيد ومن هاللون هذا. احد الشعراء اعجب الكلام هذا مني وبسلوبي هذا وقصدنا وقصيدنا بسمعكم اياه. والشاعر سطم ابن فهد الخليل. نعم. يستاهلون الطيبين. يقول هات القلم ويضا نطرس قرطاس وشطر القصيد العجز ياتي مقاسه واكتب منه واكتب منه حاز طيب ونوماس طيب جديد من على ساس ساسه رجل اديب وللادب منه نبراس ويحل بالمجلس يحل بالمجلس يطير حماسه وسوالف وتبعد عنك كله وجاس يضفي على المجلس اسرور وناسه وملابه يوم انها سيوف وفراس كل المراجل فايزين بكاسه يا ماجد الضوي يا ماجد الضوي تمعنت بالناس واخذت من كثر التجارب دراسه يا ماجد الضوي تمعنت بالناس واخذت من كثر التجارب دراسه يا ماجد الضوي تمعنت بالناس واخذت من كثر التجارب فراسه لقيت ناس جربت بعض الناس خوة ومجلاس فيهم دواء للجرح من طيب من قوة باسة فيهم دواء للجرح من طيب باسة. يا هلا يا هلا يا هلا يا مرحبا يا مسهلا يا مرحبا يا مسهلا. هلا فيك. حيا الله ابو عايش. يا مرحبا يا مسهلا. الله يسلمك. مساك الله بالخير. الله بالخير جميع. هات القلم ويضا من الطرس قرطاس وشطر القصيدة العجز ياتي مقاسة واكتب منه حاز طيب ونوماس طيب جديد من على ساس ساسة رجل أديب وللأدب منه نبراس يا حلب المجلس يطير عماسة وسوالف وتبعدنا كله وجاس ويضفي على المجلس سرور وناسة ومن لابة يوم انها سيوف وفراس كل المراجل فايزين بكاسة يا مايد الضوي تمعنت بالناس واخذت من كثرة تجارب فراسة جربت بعض الناس خوة ومجلاس فيهم دول الجرح من طيب باسة ولقيت أنا العالم لها أشكال وجناس واخذت من كثرة التجارب دراسة لقيت ناس عندهم شعور وإحساس ولقيت ناس وانتم تكرمون بها غرور وخساسة. الله. ولقيت ناس بها غرور وخساسة ولقيت ناس عرفهم يرفع الراس ولقيت ناس طايحين ما براسه وناس سوالفها ولقيت ناس طايحين ما براسه ولقيت ناس هرجها وزن وقياس ولقيت ناس هرجها بونحاسه ولقيت ناس هرجها بونحاسه وناس سوالفها مثل عقود الالماس وناس سوالفها مهارش بساسه. الله. مهارش بساسه. مهارش بساسه. يا سلام. مهارش بساسه. الله. وناس سوالفها مهارش بساسه وبعض البشر طبعه مشذيه بالناس بعض البشر طبعه مشذيه بالناس شروا على الغايب يحلل شروا على الغايب لقيت ساعه وبعض الناس سوالفها مهاوش بساسه وناس سوالفها كما عقود الالماس وناس سوالفها مهاوش بساسه وبعض البشر طبعه مشذيه بالناس شروا على الغايب يحلل المقاسه يحلل من اخمص قدميه للراس وهرج القفا في شرع طبعه وناسه وعلى المغالط وعلى المغالط دائما يضرس الراس يقول لك عني يطق راسه والسالفه اجابها مصدره واس
حط افضل ما يتدرب فاسه، اما يجيك بهرجتين ما لها اساس، ولا تعرض لمسولف وحاسه، هذا ولا من وكيل على الناس ولا لي على العالم شموخ ورياسه. سلامتكم يا الله. الله يوجهك، صح لسانك ما شاء الله، صح لسان شعرها. والله العظيم يا جماعه الخير انك احيانا تدخل المجلس، اكيد بعيد بعيدني في هذه كلكم تعيدوني. تدخل المجلس سبحان الله